مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي الليله. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا في الاول بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ربنا يجعل كل ايامكم ان شاء الله اعياده دايما في خير وصحه وسعاده باذن الله. وكل اهلنا وحبايبنا اللي في الاراضي المقدسه طبعا حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله، ترجعوا لنا بالف سلامه. يعني هتبقى حلقه ان شاء الله مميزه مع زمايلي اللي هيشاركون النهارده في الحلقه، محمد سعيد وعمر ربيع ياسين. نتعرف من خلال محمد سعيد على فقرات هذه الحلقه وارجع لحضراتكم على طول. محمد سعيد اتفضل. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده الاهلي الليله، ليله مش اي ليله، ليله وقفه عيد الاضحى المبارك. اعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. كل سنه وكل الامه الاسلاميه والشعب المصري وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص طيبين. عيد الاضحى المبارك، يا رب تكون ايام مباركه علينا جميعا. النهارده حلقه خاصه وحلقه استثنائيه فيها تفاصيل كتيره متعلقه ايضا كمان بقى بالحديث مع نجوم كره القدم ونجوم الالعاب الاخرى في اعياد الاضحى المبارك وكواليس هذه الاعياد مع نجوم الرياضه ونجوم كره القدم وايضا كمان نجوم الالعاب الاخرى. فقرتنا الاولى هيكون فيها الكابتن رضا شحاته والحديث معه بقى عن ذكريات مباريات الاهلي والاعياد والمناسبات عندما كان الفريق في معسكرات واللاعبين كيف يستعدون من خلال هذه المعسكرات في الاعياد الرسميه. ايضا كمان معنا لقاء مع الكابتن ياسر صلاح مدرب فريق يد السيدات في النادي الاهلي والحديث عن المرحله القادمه وكيف يستعد فريق السيدات لما هو القادم بالنسبه للموسم الجديد. وهيكون ايضا عندنا تقارير متعلقه بالمناسبات وعيد الاضحى، كيف يستعد النادي الاهلي لاستقبال هذه المناسبه الكبيره والبروجرام الخاص باعضاء النادي الاهلي في عيد الاضحى المبارك. ثم الكره العالميه ومسك الختام مع زميلنا عمر ربيع ياسين وعنده تفاصيل كثيره بقى المباريات الاوروبيه والدوريات وكل اللقاءات الخاصه والحصريه والفيديوهات كلها هتكون مع زميلنا عمر ربيع ياسين. اليك الكلمه كابتن ميدو. يعني محمد اكيد مناسبه يعني سعيده جدا ان شاء الله، دايما زي ما قلت لحضراتكم كل ايامكم تبقى اعياد، زي ما قال محمد سعيد عيد ان شاء الله يكون يعني عليكم بخير وصحه وسعاده ودايما مبسوطين ودايما في اعياد باذن الله. يعني مش عايز اطول عليكم، لكن ان شاء الله يكون برنامج مميز جدا، فقراتكم مميزه جدا زي ما قال زميلي محمد سعيد وشرح لكم فقرات هذا اللقاء ان شاء الله. هنطلع فاصل بسرعه عشان نستقبل النجم الكبير الكابتن رضا شحاته عشان يكلمنا عن ذكرياته وعن ذكريات نجوم او النجوم المفضلين لحضراتكم في الاعياد. فاصل وهنرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في يوم وقفه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين مره ثانيه ومره للمليون كمان. كل سنه ودايما طيبين. طبعا برحب بضيفي الكريم وصديقي طبعا العزيز كابتن كبير كابتن رضا شحاته. مش هقول لكم بقى بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته زي كل مره، منور الدنيا يا كابتن. حبيبي كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله. فطرت كويس؟ الحمد لله. صمت ولا ايه؟ خفيف بقى معاك. صمت ولا ايه؟ لا ده لازم الصيام ده. لا حبيبي يا ميدو باين عليك سنه وانت طيب حبيبي. يعني جابوا لك فطار كويس ولا؟ ما كويس بس انت عارف خفيف خفيف ما بنعرفش نفوت جامد. كل سنه وانت طيب ودايما بخير وصحه وسعاده حبيبي ربنا يخليك. يعني هقول لك طبعا بتعمل ايه؟ بتستعد للعيد ازاي؟ ليك طقوس معينه؟ في نجوم كده ليهم طقوس معينه، بيروحوا اماكن معينه، بيتفقلوا اماكن معينه؟ يمكن احنا الوضع مختلف شويه، انت عارف ان احنا من قريه صغيره في المنصوره. لنا طقوس ان انت لازم اول يوم العيد تبقى مع اهلك في المنصوره. حياتنا اتقلبت هنا بس الاساس هناك، فلازم تحضر اول يوم هناك. يمكن الشغل ووضع التمرين، وكان في اوقات كتيره جدا ما بتحضرهاش في مع اهلك، بتبقى في معسكرات في مواقف تانية بتبقى. فعندك كان في وقت من الاوقات كانوا دايما يحبوا يعملوا اللقاءات الاهلي في يوم الوقفه او يوم العيد زي ما يعملوا السنه دي كمان حاجه كده، يعني اللي هو زي احتفاليه الناس تحتفل يعني. بالظبط. طب الناس تحتفل، طب اللعيبه يا جماعه يعملوا ايه؟ ما بيحتفلوش، ما لهمش علاقه بالموضوع ده. فكانت بتبقى حاجات كده بتضايقك، ولكن المهم في الاخر لعيب الكوره دايما يبقى مصدر سعاده للناس
واللي هو زي ما احنا بنقول اللي بيلعب كره لازم يضحي ولازم أكيد. يضحي بحاجات مهمه جدا في أكيد. حياته أكيد. ولازم يضحي باوقات حلوه جدا كتيره جدا في حياته عشان يسعد الناس وعشان أكيد. يقدر النهارده الشهره دي مش ببلاش الشهره الاسم اسمك ده مش ببلاش لازم يدفع له ضريبه والضريبه بتاعته تبقى غاليه شويه هي بقى مناسبات عيد رمضان عندك مناسبات كتيره جدا ما تعرفش تبقى موجود فيها ولكن في الاخر يبقى العيد هو العيد يمكن اختلاف الوقت والزمن غير شويه حاجات في العيد ولكن بنحاول نفضل مقربين جدا من الطقوس بتاعتنا اللي هو العيله واللمه والحاجات اللي تربينا عليها زمان يمكن مفتقدينها شويه في الجيل الجديد ولكن على قد ما بنقدر احنا في الوقت ده بنقدر نلم برضو بنحاول نوصل للحته دي. يعني انت تخلص معايا وهتسافر ولا هتسافر بكره الصبح؟ لا هسافر على طول دلوقتي حالا. ما تتبع ولا زي كل سنه؟ زي كل سنه انت عارف. انت عارف انا هقول لك انت. عندي واحد صاحبي كل سنه يقول لي خلاص انا هتبع وبتاع. انا عملت ايه؟ مش عايز اقول اسمه طبعا هو معروف. مش عايز تقول على الهواء؟ نجم كبير. سك الاضحيه. من يوم ما سك الاضحيه ده طلع وخلاص. سك الاضحيه بنسهل الدنيا وخلاص يعني الدنيا جميله. هم عموما الافكار الجديده دي مودينا في حته مش لطيفه خالص، يمكن يعني الحاجات اللي كانت فيها تعب زمان هي اللي كانت بتبقى احلى. يمكن الحاجه اللي بتتعب فيها انت حتى في شغلك او في اي حاجه بتعملها بتحس بيها قوي. الحاجه اللي ما بتتعبش فيها دي ما تحسش بيها خالص. بتعدي مرور الكرام يعني فعلا. دايما المواقف اللي هتعلم معاك في حياتك المواقف الصعبه والمواقف اللي انت تعبت فيها بجد. مش المواقف اللي انا بعت ساق اضحيه فانا كده هتنساها فعلا. انما لو عملت مجهود في حاجه اوتوماتيك هتفضل فاكرها طول عمرك. يعني ايه اللي اختلف يا رضا؟ انت بتقولي في الاول العيد اختلف عن زمان، انا معاك طبعا، بس ايه اللي اختلف بالنسبه لرضا شحاته؟ انت بتقول انا متعود ان انا كل سنه بروح، يعني انت ان شاء الله تخلص البرنامج وتروح هتسافر المنصورة او هتروح بكره الصبح زي ما انت طبعا ظروفك تسمح لك. يعني ايه اللي اختلف فيك انت؟ احساسك انت بالنسبه لعيد زمان كان موضوع مختلف وكان جميل وتحس بالعيد فعلا، دلوقتي عارف كله يقول لك احنا ما حسيناش بالعيد للاسف. ما هو على المستوى الشخصي ان هو ترتيب الحياه عموما في حياتنا انت سنك نفسه بيفرق. في وقت ما كانش عندك اي ضغوط، ما عندكش اي اهتمامات، كان والدك ربنا كان والدك الله يرحمه كان موجود الله يرحمه وكان سند ليك وانا كنت كلامي كل حاجه عليه. يعني ما بعملش اي حاجه. انا ما كنتش بعمل الأب اي حاجه يعني لو فتحنا في موضوع الاب ده يعني بقول ما بعملش سند ما كنتش بعمل حاجه. لا 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 الموضوع كان صعب جدا. يعني وفاته كمان كانت صعبه جدا عليا لان انا كنت برمي كل حاجه، كنت برمي كل حاجه وكل حاجه كان هو مطلعني بره كل الحسابات وبره كل لو في حتى مشكله ما كانش بيقولها لي، ما يجيش يحكي لي يقول لي ده حد متضايق منك، طب انت عملت ايه؟ لا 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 هو فصلك فصله تامه عن المجتمع. فانت طول الوقت مش حاطط نفسك تحت اللود ده والضغط ده، شايل كل حاجه كان شايل كل حاجه. فلما بدا يبقى كده انت بقى هتبدا تتعامل، فبدا الامور بدات تبان بقى الوش التاني بمعنى صح، والامور بدات المشكله حتى الصوره بدات تكبر. ما تفهمش في ايه لما بيبقى الاب مش موجود فجاه بتحس ان الدنيا كلها اتغيرت. دي حقيقه. يعني يمكن انا حاسس الاحساس ده قوي عشان انا ولد وحيد على ست بنات، عندي اخواتي كلهم بنات. فدلع السنين بقى يعني انا تقريبا والدي 24 ساعه كان معايا انا. حتى وانا بلعب، انا لعبت نادي الاهلي ولعبت في ام بي في يعني 25 سنه انا كنت بنام جنب والدي، بنام جنبه على السرير. غير الموضوع بقى خلينا نعرف نكمل الحلقه دي لازم نكمل الحلقه. لا والله يعني الناس مش قادره تفهم يعني كمان في ناس فاهمه ان الموضوع دي سهل. انا زيك، ما انا برضه انت نفس الكيس ده. ربنا يرحمهم وربنا يخلي الابهات. الناس مش فاهمه قيمه الاب. حافظوا عليهم قوي يا جماعه، والله حافظوا على اباتكم قوي. يعني رضا شحاته بيتكلم في موضوع هو مش مناسبه، بس انا بقول لكم فعلا الاب ده حاجه قيمه كبيره جدا. ربنا يخلي لكم اباتكم اللي موجوده وحافظوا عليهم جدا جدا عشان هتعرفوا قيمتهم قوي 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 بعد ما يسيبوكوا بعد عمر طويل ان شاء الله. بالظبط. فالفكره ان هنا ان هم كانوا بيتعبوا عشاننا قوي قوي، فعشان بيتعب عشانك قوي فانت كنت حاسه جدا وحاسس مواقفه وحاسس اللي لما بقاش مش موجود بقى انت بقى عندك دروب قوي جدا في حياتك. فهو ده اللي بنتكلم عليه، ان دلوقتي انت لازم تتعب عشان ابنك قوي. ما ينفعش انت النهارده طول الوقت ابنك مع سواق، ابنك مع شغاله، ابنك مع مش عارف مع مين، وانت دورك هنا تجيب فلوس بس. ودي الثقافه انا بقول لك الحاجات اللي اتغيرت، المبادئ والقيم والحاجات كده تدخلت علينا. ممكن تبقى مرفه ابنك مفيش مشكله خالص وتجيب له كل حاجه، بس في الاخر دورك انت فين؟ لازم دورك مش مادي. دورك مش مادي هنا، مش مادي. احنا يمكن اهالينا ما كانش بيدينا دور مادي قد ما بيدينا دور ان هو في ظهرك طول الوقت. بالزبط. احساس بمسؤوليه ووضع ودايما معاك في كل مشاكلك. هي دي المواقف اللي اتغيرت وهي دي الثقافه اللي اتغيرت عموما عندنا في مصر.
ممكن ابقى جايب لابني كل حاجه، ولكن دوري لازم يبقى موجود ومؤثر. كلام جميل جدا. الاب ممكن يدي لك فلوس ويدي لك كل حاجه، لكن مش شايل عنك مشاكل. انت المشاكل انت شايفها ومش حاسسها ومش حاسس ان حد واقف جنبك. خصوصا كمان بنتكلم النهارده احنا بنتكلم على مواقف مع والدي مثلا. مواقف كلها حاجات هو في ظهري. مش بتكلم ان هو اداني فلوس او مش بتكلم ان هو كان عامل لي. بنتكلم في مواقف ان هو واقف في ظهرك. احنا نحس بكلمه ظهرك دي لان هم عملوا عشان حاجات كده كتير قوي. بالظبط. مش عشان هو اداني فلوس. بالزبط. او مش عشان بالزبط. حاجه تانية من اللي احنا بنشوفها. ما بدليل انا بسالك في العيد بتعمل ايه، احنا انت كل كلامك عن والدك الله يرحمه يعني. طبعا. حتى كل كلامك انا ما بحبش اثر على ضيوفي عموما يعني في الحته اللي هي اللي بتوجعهم قوي، لكن انا يعني عايز اعرف منك اول عيد فعلا قضيته من غير والدك الله يرحمه كان ايه؟ كان شكله ايه بالنسبه لك او بالنسبه للبيت عموما؟ لا بص يا ميدو، هي لقطه العيد دي مش اهم عندي من لقطه ان هو مش موجود. عارف لما تبقى انت رايح البيت ما بالظبط. انت فاهم الاحساس ده؟ احساس غريب جدا. وبعدين طول الوقت انا قعدت فتره طويله جدا مستني. عارف طول الوقت وانا قاعد في البيت مثلا بروح البيت مستني يدخل عليا. خلي بالك انت عارف الاحساس ده؟ الاحساس ده يفضل معاك على طول. مش ممكن هيفضل معاك. مش ممكن يعني. حتى غيرت حاجات في البيت وعدلنا حاجات في البيت، بس حاسس برضو ان هو في وقت هتلاقيه داخل. بالظبط. فبقيتش فاهم. هو ده بقى انا بقول لك عليه، هي جزئيه الـ 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 الحنيه والمشاعر وان هو واقف جنبك طول الوقت. هو ده اللي كان غالب عليا لحد النهارده، مش ان هو كان بيعمل لي ايه. عشان كده بقول دايما هتلاقي دايما اللي بيدي فلوس بس مش هتلاقيه محسوس في حياه ابنه، او مش هتلاقيه مؤثر ويرجع يقول لك هو انا مش فاهم ولادي بيتعاملوا معايا كده ليه. طب رد على التليفون. هرد. مين؟ قول الو. الو. السلام عليكم يا كابتن. اهلا اهلا. كل سنه وانت طيب وانتوا كلكم طيبين والجمهور النادي طيب. كل سنه طيب يا كابتن. بكره العيد على فكره. على فكره رضا اخوكي بقى يا اقول لها مدام منى. رضا اخويا. رضا ابني واخويا وحبيبي وابويا وكل حاجه لنا في الدنيا والله. ربنا يخليه لكم يا رب. ربنا يخليه لكم. كل سنه حضرتك طيبه الاول وان شاء الله عيد سعيد عليكي وعلى كل بيتك وعلى كل المسلمين ان شاء الله. كنت بتكلم مع رضا على العيد، فقلب الكلام كله على والدكم الله يرحمه قد ايه كان مؤثر في حياتكم يعني. الله يرحمه. كبير. الله يرحمه. تأثير كبير. والكابتن رضا طبعا واخد من والده الله يرحمه كتير وحنين جدا ومحترم جدا. انت هتقولي لي على رضا؟ ما رضا اصلا صاحبي جدا يعني. بعيد بقى، بعيد عن اللي احنا الحديث اللي بنعمله دلوقتي يعني. رضا صاحبي جدا وعارفه. رضا حد يا جماعه، حد طيب جدا يعني. رضا حد كمان كمان ده حضرتك والله زي حضرتك كده والله يعني. هو محترم وحضرتك محترم قوي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. قولي لي بتعملوا ايه في العيد بقى لما رضا بيجي لكم ان شاء الله او هيجي لكم بكره ان شاء الله؟ بتعملوا ايه في العيد؟ الطقوس بتاعتكم بتبقى ازاي يعني؟ احكي. العيد ما بيبقاش عيد لما الكابتن رضا يوصل عندنا البلد بقى يعني. كل حاجه بنبقى قاعدين مستنيين، ما بنحدش بيعمل حاجه. الفرحه الحقيقيه لما الكابتن رضا بيجي لنا. اكيد هو اكيد ده اكيد يعني. هو ما فيش، ما نقدرش العيد من غير وصلات العيد ويجي لنا كلنا ويلف علينا في بيوتنا ويجينا. بنبقى احنا واولادنا كلنا مستنيين، ولانه حاجه يعني كل اخواته واولادنا عندهم رضا ده حاجه قد الدنيا كلها. اكيد اكيد اكيد. ربنا يخليه لكم يا رب. انا عايز اقول لك ان رضا كمان مش محبوب عندك بس، ده محبوب عندنا كلنا والله. مش عشان هو قاعد يعني، حد جميل وحد مؤدب وحد مهذب وحد فعلا يعني تسعدي ان هو بيكون بصحبتك يعني. اكيد. صح. انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من غيره يعني. انا لو عدى اليوم واحد ما كلموش يبقى حاسس ان اليوم ده مش محطوط من عمري اصلا يعني. عايز ايه بقى تاني بقى؟ لا منى دي قصه عايز ايه تاني بقى؟ منى قصه تانية خالص صراحه يعني. ربنا يخليها يا رب. ده نور عيني ده يعني. ده اعز من ولادي. هو عارف. دلع. انت عايز ايه بقى تاني؟ لا منى الدلع كله. ده ايه؟ ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. بتديهم عاديه بقى على الكلام ده ولا ايه؟ الولاد الصغيره قول لي بقى. لازم. طبعا. لازم. ما لازم يعني. لازم. يعني يا مدام منى كل سنه وحضرتك طيبه ودايما في اعياد كده. لو عايز تكلمها رضا تقول لها كل سنه طيبه. لا انا بس حابب اقول لها مبروك يا منى على الحفيد الاول، ومبروك لتغريد. لسه تغريد بنتها ما شاء الله. ما شاء الله. خلفت جابت فرح. ما شاء الله. وقول لها مبروك بقى على الهوا. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. ربنا يخلي لك كده وتشوفي احفادك واحفاد احفادك ان شاء الله كمان. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد عليكم باذن الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا. يعني منى من الناس اللي استلمت الرايه. باين. من والدي يعني. باين باين. حاجه لا ده كده مش باين حاجه. خلي بالك كده انت ما شفتش حاجه. باين. ورغم ان انا ممكن بكون بعمل مواقف بتضايقها اوقات
ولكن هي طول الوقت ملهاش رد فعل معايا. بتعمل لهم اكل بقى هناك وكده؟ اه طبعا طبعا، والدتي طبعا، واخواتي كلهم، انا الحمد لله اخواتي كلهم نفس الحنيه، ولكن كانت منى دايما هي القريبه قوي، لان كان والده الله يرحمه يقعد يقول لها يعني خلي بالك من رضا. لا انت اللي بتعمل اكل هناك. انا ما لا لا هناك انت اللي بتعمل حاجه هناك. انا مش عايز اتكلم، مش اكل غير معاك انت بيه. انت عارف يعني لما نبقى قاعدين مع بعض نقعد نعمل اكل. انت عارف الراجل ما بقاش اكل في البيت دلوقتي. لا يعني مش للدرجه دي. لا للدرجه دي والله. انا مش عايز اقول للناس يعني حاجه، بعمل اكل حاجه مش طبيعيه. لا 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 حاجه مش طبيعيه، مع اني مش باين عليك. ما يبانش عليا خالص. لا لا، بس انا اصلا بعمل حاجه بنفسي في الاخر. كل حاجه في الدنيا بنعملها بنفسي تطلع حلو. الله حلو. بنفسي تطلع حلو. كلام جميل جدا. انا عايز اقول لكم يا جماعه كمان، رضا شحاته اول ما سافرنا انا وهو مع بعض ده حاجات في الكواليس يعني. فاحنا بقى بنسافر بنقضي ايام مع بعض وكده، وطبعا استاكوزا طبعا يعني شريك السفر بتاعنا. هتاكلوا ايه يا جماعه؟ انا اكل اي حاجه. رضا شحاته ساعة لربع بالظبط، ساعة لربع بالظبط، مهما كان الأكل نوعه إيه بتلاقي الأكل قدامك على الترابيزة. يعني إيه السر؟ قلت لك السر، أنت بتعمل حاجة نفسك تعمل حاجة، وأنتوا من الناس القريبين مني جدا، وأنا بعمل حاجة وأنا مبسوط، وهعمل حاجة حلوة أكيد أطلع حلوة يعني. بس الأكل ده مش قصة يعني، مش الموضوع سهل. يلا تعالى ندخل في جو العيد. قول لي إمتى رحت ماتشات مع النادي الأهلي أو أي نادي لعبت فيه وأنت متضرر في العيد؟ ماتش تفتكره قوي كنت رايح متضرر يا جماعه سيبونا نعيد فريق مين قوي، ولكن كان في مباراه يوم عيد وبنصلي العيد والصبح في اوتيل. احساس وحش جدا، حاجه صعبه جدا 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 يعني انت فاهم. وبعدين صلاه العيد بصلاه في الشارع يعني، في الاوتيل نزلنا نصلي في الشارع الصبح، وبعد كده بترجع بقى تنام تاني وتتغدى، وبعد كده تروح في المباراه كانت بالليل. بس مش فاكر مين الفريق، ولكن اليوم ده كان، مش عايز اقول لك، انا فاكر الموقف في الصلاه، مش فاكر مين حتى كنا بنلعب ايه، ولا لان الموقف ده اللي اثر فيه قوي. ان انا بصلي هو العيد ده ازاي كده؟ انا عارف هو ينفع كده؟ انت عارف انت بتبقى متعود على روتين معين، مش روتين، هو العيد بتصلي وبتقضي اليوم وبتقعد مع اخواتك واهلك وبتقضي اليوم، وبعد كده هو ده السيناريو اللي انا متربى عليه طول عمري. فجاه لقيت نفسي بصلي في الاوتيل لوحدي مع فريق، مع الفريق، وقاعد في الشارع. وده اللي بقول لك التضحيات اللي انت بتضحيها. انت لعيب كره مش كده. انت مش هتاخد اسمك وانت قاعد في البيت او انت نايم تبقى انت اسمك عبد الحميد حسن كده من فراغ. ما انت لازم تتعب ولازم تضحي. لازم تتعب ولازم تضحي. الكلام ده فهمته امتى بقى؟ لما بدات اكبر شويه. انما وانا في التوقيت ده لا، كنت متضايق جدا طبعا. ازاي اقضي العيد في الشارع يعني؟ حاسس ان انا مش في عيد وانا ما فيش عيد. يعني ما كانش حتى لو كان المكسب والجمهور اللي بيجي يتفرج على الماتشات في العيد بيعوضك عن الكلام ده، لكن انت احساسك ما فيش حاجه تعوضك عن حته اللي احنا اتربينا عليها. مفيش حاجه هتعوضني عن ان انا في وسط اخواتي ووالدي ووالدتي واخواتي. مفيش حاجه تعوضني عن ده. ده اهم حاجه واهم حاجه في الدنيا. طب تعالى لاولادك بقى. اولادك يعني اعتقد ان هم عاشوا معاك حاسين بالعيد. انت عندك ما شاء الله، قول لي برده. عندي بنروح برده، بيجوا معايا المنصوره، بيتبسطوا هناك جدا. الجو هناك، الدنيا انت عارف، الزرع اكتر والهواء احسن، الجو هناك عموما بيبقى مريح يعني للاعصاب، فالولاد بيبقوا مبسوطين جدا هناك. ولكن لما بنرجع هنا تحس ان العيد خلص، عارف، العيد بيخلص هنا. كان نفسي يعيشوا نفس الجو ونفس الاحساس، ولكن الامور كانت، انا اهلي هنا وانا قاعد هنا لوحدي، فهيحسوا بالعيد ازاي؟ هي فكره العيد ان يبقى اللمه والعيله دي كانت شويه انا بتضايق منها. انا بتضايق ان انا مش قادر لحد النهارده اخلي ولادي يعيشوا زي ما انا عشت. مش هو الفكره كلها مش كده. للاسف الحياه خدتنا في حته الفكره كمان مش عارفين نرجع تاني. ان الناس بتبقى فاهمه ان انا عايز اخدهم في سكتي. لا، هو مش الموضوع مش سكتي او سكتك او سكه حد. هي الفكره كلها ان فكره ان احنا التجمع، او فكره ان يبقى في لمه او في عيله او الكلام ده كله، هو ده اللي بيخلق يعني احترام. يعني ايه حد بيحب حد؟ يعني ايه حد حنين على حد؟ يعني ايه حد بيقول اي فحوقف ده جنبه؟ انما النهارده كل واحد طبق وقعد على جنب. ايه الفكره في كده؟ محدش بيحس بحد خالص. والموبايل، محدش بقى بيحس بحد نهائي في المجتمع عموما. بسبب ان النهارده تقول يعني الناس الثقافه اتغيرت. هي ما اتغيرتش ولا حاجه، هي فكره النهارده التجمعات اللي كانت بتحصل في العيله هي دي اللي كانت بتخلق الروح. الثقافة رضا اتغيرت. ما هي الثقافة اتغيرت من هنا، لأن أنت ابنك النهاردة تعرف عنه بنسبة قد إيه حاجات هي حياته، وممكن تعرف بنسبة 40% و60% التانيين كلهم هو على الموبايل وأصحابه. إنما إحنا الأول بقى، أنا كنت عارف عن ابن، أنا والدي الله يرحمه عارف عني بنسبة 90%، ووصلت لمرحلة إن أنا في وقت في الحياة كل حاجة هو عنده الداتا من الألف للياء. فهي الفكرة هنا الثقافة بتتغير مننا إحنا، من المجتمع ومن الثقافه اللي احنا شغالين فيها او اللي موجوده في الميديا يعني. طب معايا مشاكس، واحد مشاكس جدا. احنا عايزين مين؟
او في غيره شيتوس. هو شيتوس. انا قلت يعني خلاص مشاكل زمانه بيشتم في سره دلوقتي. خلي بالك احنا لسه طالعين من الصيام وبكره العيد وما تشتمش في سرك يا وائل. يا حلاوه يا ابن اللذينة النجم الكبير النجم جميل وحبيب قلبي اكيد طبعا وحبيب رضا جدا جدا طبعًا وحبيب طبعًا كل الاهلاويه بصراحه كابتن وائل رياض شيتوس اهلا بيك يا نجم. ازيك يا ميدو عامل ايه؟ منور الدنيا. طيب وكل سنه وكل الامه العربيه والاسلاميه ومصر كلها بخير وماشي طبعا على كابتن رضا. ازيك يا كابتن رضا؟ كابتن وائل كل سنه طيب يا كابتن رضا يا نجم مصر. شفت هو بيتكلم ازاي؟ لازم تمسكه في حاجه رسمي عشان شفت بص. لا هو ايه اللي بيقول العيد فرحه والعيد فرحه العيد فرحه بالظبط. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. وانت طيب يا ميت ربنا. انا طبعا مش هقول بقى الناس على حلاوه ده عشان فيلم كبير جدا نبقى نحكيه بعدين لكن قول لي بقى لازم ونجيب امير عبد الحميد معانا. ده لازم ده الاساسي. انت جاي تهرج بقى مش جاي تقدم. عامل ايه؟ طمنا عليك وقول لي اخبارك وطمن الناس عليك. والله انا زي الفل الحمد لله رب العالمين. الدنيا ماشيه كويس. عندنا منتخب الاولمبي طبعا كمان الناس عارفه استعداداتنا باذن الله. مسافرين روسيا في اول تسعه عندنا مباراه وديه ضد المنتخب الروسي الاولمبي وبنستعد للتصفيات الافريقيه في 11 2019 باذن الله المؤهله لطوكيو 2020 باذن الله نكون موجودين فيها وربنا يسهل. يعني بنلعب ماتشات وديه في الاجندات الدوليه اللي بتتعمل للتوقفات فاول توقف عندنا جاي ان شاء الله اول تسعه باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن وائل. يعني برضو قول لي بقى طقوسك انت الشخصيه في العيد بتعمل ايه؟ والله العيد الكبير ده زي ما انت عارف بنذبح وده السمت بتاعه او الصفه الاساسيه في العيد الاضحى ان احنا بنذبح وبعد ما بنذبح بقى طبعا يعني بناكل بقى الفته واللحمه والكبده على الصبح ما نعرفش ناكلها ازاي بس بتتاكل وخلاص. صح والله وتبقى جميله وائل. ما تعرفش بتاكل ازاي لغايه دلوقتي بس بتتاكل وخلاص. اشمعنى اليوم ده كمان؟ اشمعنى اليوم ده؟ ما بعرفش بدري يعني بيبدا من بدري قوي بس سبحان الله بقى ليها طعم وليها يعني ليها ذكريات وما تقدرش تستغنى عنها. تحس ان مش عيد لو ما اكلتش الحاجات دي. بالظبط سبحان الله. بس ويعني بيبقى في اجواء حلوه كده زي ما انت عارف في العيد وبس وبعد العيد ما بيخلص بقى بنترحم على ايام العيد يعني يا ريت ايام العيد ترجع تاني. عندك كنت سامع شويه جزء من حواركم وانتوا بتتكلموا على والد رضا شحاته. وانا الراجل ده كنت احبه جدا والراجل ده عايز اقول لك لما كنا بنروح نقعد عند رضا في البلد هناك كان يعني الله يرحمه كان يعني بيعمل معانا فوق ما نتخيل يعني ربنا يرحمه يا رب وهو خلف راجل وخلف انسان مسؤول بشكل كبير جدا وشخصيه محترمه زي رضا ويعني بجد رضا من اصدقاء انت عارف يا ميكو في وقت انت بتعمل صداقاتك في مرحله الشباب فعلا فعلا ودي الصداقات اللي بتستمر معاك طول الحياه. في بقى ناس بتقابلها بعد كده بتقعد معاك شويه وممكن العلاقات تخلص انما بتوع الشباب دول اللي تحس ان هم دول اللي انت طلعت لسه بتمتع عينيك لقيتهم قدامك. فعلا. فرضا شحاته من الناس دي الصراحه معايا وجمال حمزه وحسام غالي وابو مسلم وشريف اكرامي ومحمود فيكو في ناس كتير في المرحله العمريه دي. فرضا الواحد بيتشرف بصداقته طبعا وشخصيه من الشخصيات المحترمه وانت طبعا يا ميدو يعني احنا عرفناك كبير بس انت عملت كل حاجه في حياتك وانت كبير. اعمل ايه بس وائل؟ وانت كبير. بس انت كنت بدات فن من بدري. ده الناس بقى ما تعرفوش ولا بلاش اتكلم يا ابني خلينا نعرف نكمل الحلقه. ربنا يخليكم لبعض يا وائل ودايما كده مبسوط ودايما سعيد. كل سنه وانت طيب وكل سنه وكل قناه الاهلي طيبه وكل ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك كل مصر طيبين وكل سنه طيب يا كابتن رضا واسيبكم بقى حبيبي يا كابتن مصر ربنا يخليك يا حبيبي والعيد فرحه ويا حلا. شكرا جدا ليك كابتن وائل شيتوس نجم الاهلي السابق ونجم مصر شخصيه جميله قوي. انا بحب وائل ببقى مقلق منه لما بيجي على التليفون مقلق منه على بس انا بحبه جدا والله من الشخصيات اللي انا بحبها جدا قريب مني جدا. شيتوس فتره طويله قوي في منتخبات واحتكاكات ومعاملات ويمكن الوحيد اللي ما اللي على المستوى الفتره دي ما حصلش بينه وبينه مشكله اصلا من الاساس يعني مشكله اللي هو انا كابتن الفرقه. رضا انت بتعمل مشاكل اصلا مع حد؟ لا انا كان عندي مشكله ان انا كنت كابتن فرقه في منتخب مصر
فكابتن فرقه عشان تدي حد تعليمات رخم انا في الحاجات دي رخم قوي بس رخم قوي باللغه بتاعتنا احنا يا جماعه بلغه الكوره ما بعرفش لكن رضا شحاته لو قعدت معاه مليون سنه مش هتلاقي منه اي مشكله مش هتحس بيه اساسا مش عايز احكي ماليش في مش عايز احكي بس انا في الشغل رخم يعني انا في الشغل بلغه الشغل يعني رخم انا شايف ان في 1 2 3 4 ومسؤول عن حاجه معينه فانا لازم ابقى قد المسؤوليه المسؤوليه بتقول كده فلازم ابقى كده فشيتوس الوحيد اللي ما كانش بيقدر عشان اتكلم بس في نقطه مهمه جدا الانسان اللي بيقدر لازم يفصل بين الشغل وبين الحياه الطبيعيه طبعاً. انا في الشغل رخم جدا جدا لكن في الحياه الطبيعيه ممكن نقعد نتشقلب مع بعض زي ما انت الشغل. عايز انا معاك بره شغلي اعمل معاك اللي انت عايزه انما في الشغل جوه اللي بيني وبينك اصول وتدرج وظيفي تدرج وظيفي مهم جدا لان الناس بتخلط الامور ببعض بالزبط. ان ممكن يبقى انت مديرك اصغر منك في السن فانت ازاي ابقى مديرك هو التدرج بيقول كده فانا ما مش دي حقيقة. هي دي الفكره دي انت دايما تحط ثقافه ان وضع الشغل ايه واصول الشغل بتقول ايه وبما برضه في الاخر اوعى تعامل بني ادمين عامل ربنا اكيد في شغلك في اي حاجه هتلاقي الامور كلها مستقره هو ده فيمكن هو علاقتك بشيتوس كمان بقول لك ان هو ما حصلش مشكله ان هو دايما كنت في منتخب فانا اللي بدل مين اللي هيعمل ايه وده هيعمل ايه النهارده وكنت بقسم اللعيبه والتعليمات اللي الكابتن شوقي غريب كان بيقولها لي فانا كنت بقولها لهم فدي كانت بتعمل شويه حساسيه بقى اللي هو لا انت جاي عليا لا انت عارف انت بقى جو لعيبه الكوره فالوحيد اللي ما كانش عندي معاه مشكله بصراحه يعني ومن الناس اللي دايما مع بعض في معظم الاوقات ما تيجي ندخل محمد سعيد معانا في الاجواء اكيد محمد سعيد برضو عنده اسئله عايز يسالها لك نروح نشوف محمد سعيد مجهز لرضا شحاته سؤال ولا سؤالين يلا محمد اتفضل تحياتي ليك كابتن ميدو تحياتي للكابتن رضا شحاته وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بالطبع يعني ليله العيد ليله الوقفه اولا كل سنه وانتم طيبين كل سنه طيب كابتن رضا لكن بشكل عام بقى يعني في الاجواء الكرويه يمكن الكابتن ميدو كان لمس كده بشكل بسيط ازاي بتستعدوا عندكم مباراه ويوم عيد بيبقى كناحيه نفسيه مختلفه لكن وانت في الملعب التركيز كله بقى في المباراه الجهاز الفني ازاي بيأهل اللعيبه كمان للمباريات الرسميه لانك قد تلعب مباراه كبيره في يوم عيد او يوم وقفه واحنا مثلا احنا بنتكلم خلاص في العيد الاضحى عندنا مباراتين حتى في الدوري العام مباراتين حاسمتين وانت راجع من تونس وكان عندك مباراه مع ترجي تونس يا كابتن رضا يلا اتفضل يا رضا يعني عندك محمد معلش السؤال تاني لان الصوت كان فيه مشكله يعني وانا بتكلم مثلا على موضوع العيد ومباريات كره القدم في نفس الوقت انت ازاي ممكن تستعد لمباراه كبيره والجهاز الفني بيأهل اللعيبه لمباريات الدوري وفي نفس الوقت اللعيبه طالعه بقى من مناسبه عيد او عايشه مناسبه العيد مع الاسر والعائله فبالتالي اكيد اللعيب هو انسان فبيبقى بيتعايش مع الاجواء بشكل عادي لكن في نفس الوقت عشان يحضر نفسه لمباريات كره القدم بس لازم بقى يفصل ذهنه ويركز في مباراه ممكن تبقى عندك مباراه كبيره وهتستعد ليها وفي نفس الوقت تكون وانت في الدوري العام عندك مثلا مباريات فالجو ده كلاعب كره ازاي بيعيشه والجمهور بيبقى شايف اللعيب دايما مركز في ماتشاته وعنده مباريات كتير اديلي بقى ارد على السؤال طبعا انت مستني الرد سايب لك محمد سعيد سايب محمد سعيد بتاع الاسئله اللي هي المركبه كمان طيب تمام هاخد السؤال ده بس السؤال ده انت بتساله في انهي اتجاه لعيبه النادي الاهلي ولا اللعيبه العاديه لا اللعيبه العاديه عشان عارف اجابه لعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي معروفه السؤال هنا لازم يبقى واضح لان الثقافه في النادي الاهلي مختلفه تماما خالص. فانت مش محتاج مجهود عشان توصل الناس في عيد او مش في عيد بالزبط. هي دي موجوده اوتوماتيك بالظبط اللعيبه في معظم الانديه كلمتين وبس لكن كلمتين يعني تقال جدا يعني رضا قال لعيبه الاهلي ولا لعيبه في اي نادي فقلت له لا طبعا لعيبه الاهلي معروفين احنا دخلنا وشفنا القصه فهنا مقفوله ده كلمتين وبس هقول للعيب النهارده العيد وعندك مباراه ما بقولش مفيش انت اوتوماتيك داخل في القصه الكلام. دي ولكن اللعيبه في معظم الانديه لا طبعا ما بتفصلش بياخد شكل العيد برضو بشكل اكل عادي جدا وبيتعامل عادي اكن مفيش اصلا في مباراه بالليل او في نفس اليوم لا ما بتبقى دي اخر اهتماماته يعني كده كده مباراه وهتعدي لان كده كان مفيش ضغط عليك ما عندكش حد في واقف في ظهر جمهور هينرفزك في الشارع لو حتى خسرت الامور بتبقى مختلفه ثقافه بتختلف واحنا عندنا هنا في مصر اللعيبه معظم اللعيبه ما عندهاش حته المهنيه قوي المهنيه دي حاجه مهمه جدا وكلمه مهمه جدا في الشغل يمكن انا كنت بتكلم معاك من لسه قبلها على طول ان انت تراعي ربنا ازاي في شغلك وتفصل شغلك عن حياتك العاديه هو المباراه دي بتبقى حاجه مهنيه بس ما عندناش اللعيبه اللي عندها ثقافه ان ده شغل وان انا لازم اضحي بحاجه لا انا مش هضحي انا هاكل لا انا مش هضحي انا لازم افرح لا انا مش هضحي انا لازم اخرج وفي لعيبه بتعمل كده فعلا
عشان تغير الثقافة دي لا ده موضوع كبير وتعليم وممارسة ومجهود مدربين. ده في مدربين مش لعيبة بقى, في مدربين أصلا ما بيدخلوش في المباراة. يعني تتكلم على لعيبة, لا ده المدربين نفسهم بيعيشوا نفس الأجواء وتلاقيه جايب ممكن يجيب أكل في الأوتيل عادي جدا عادي. لا فيعني ما انت ما تقولش على لعيبة, ده الثقافة نفسها بالظبط كده. ده الثقافة نفسها في المدربين. محمد عندك أسئلة تانية لرضا؟ بصراحة طيب وانت مثلا في العيد وعندك مباراة وموضوع التغذية انا عارف بيبقى مختلف تماما, يعني بقى الفتة بتعدي حاجات كده من تحت لتحت, او في اوضه هي اللي بتجمع فيها الاماكن, يعني بتجمعوا فيها الاكل. مش هينفع نقول الكلام ده بقى, مش هينفع محمد صحيح. لا بس ما كانتش في العيد بصراحه عشان ابقى واضح كمان, يعني اللي هو بيقوله ده صح موجود, بس في العيد لا, يعني في العيد كانت صعبه. يعني انما في المباريات العاديه كان بيحصل ده, بيحصل في اوقات يعني في اوقات عايزين ناكل يعني ما هناكل اكيد. اكيد طبعا لازم انت عارف يعني تمام. من الاخر كده اسئله زي. شكرا جدا ليك يا محمد. شكرا لك يا كابتن ميدو. يعني الكواليس الجمهور بقى نفسه يعرفها فعلا, لكن في كواليس عارف احنا في الاول وفي الاخر بني ادمين, يعني دايما الجهاز الفني والاداري دايما بيبقى خبط على الاوض بيلف على الاوض عشان عارف ان اكيد هيحصل حاجه. هيحصل بس بيحصل يعني بيحصل يعني طبعا. مش عايز اقول لك كان عندنا ماتش مهم جدا, مش هقول طبعا كنت في نادي ايه, وبعدين ماتش ثاني يوم وداخل الساعه انا انت عارفني ما كنتش بنام يعني اساسا, فداخل ففي طبعا مجموعه انت عارف في مجموعه دايما في كل فرقه ما بيناموش خفافيش قاعدين. فدخلت يا رضا الساعه حوالي 11 ونص بالليل كده, انا شفت الارض مفروشه ايه بقى, كل انواع الفسفور اللي تتخيله. والله لو عندنا ماتش ده موجود, ده موجود انا فيعني كانت بالنسبه لي حاجه, كانت اكبر حاجه شفتها دي. لا ده احنا ارض كامله بتاعه الاوضه الناس بقى بتعمل معاك واجب واجب. احنا بقول لك احنا عملنا ده في ليله مباراه 6-1. عملت كده وليد صلاح كابتن وليد. لا تعالى بقى اكل بقى ويلا الماتش عدى بقى يا جماعه 6-1 لازم نعرف كواليس ال 6-1. نتكلم في النقطه دي بقى. لا لا ما خلاص 6-1 وبعدين خلاص يعني. لا كان في اكل بالليل في يوم المباراه, اكلنا بالليل وكابتن وليد جاب لنا اكل وكلنا ويعني كنا جعانين. كان الساعه انا والحضري و... لا مش فاكر الساعه بالظبط بس بالليل متاخر. وليد صلاح قصه ثانيه خالص, مش اكيل ده بتاع مزاج. مزاج لا هو مش موضوع كبير ياكل وخلاص. لا ده لازم ياكل وايه وامتى وازاي بيتحط ازاي والطريقه. لا ده كان قصه ثانيه خالص في يعني دبيته يوم ماتش 6-1 وكسبته 6-1 الحمد لله. امال لو ما كنتوش كلته بقى كنت التزمته كنت عملته ايه؟ يعني برضو قول لي في ناس اكيد معلمه معاك في الايام الاعياد, صحابك قريبك صحابي اللي اتربيت معاك اللي هم حاليا مش معايا يعني هم حاليا موجودين برضو في المنصوره. دول الناس اللي عارف الناس اللي عرفتك عشانك انت بس, عشانك انت بس مش عشان اسمك رضا شحاته او بقيت لعيبه معروفه في ناس بتقرب منك. لا هو بالعلاقه كلها بينك وبينهم ان هم عشره عمر انت تربيت معاهم عارفينك وانت صغير. مش موجود اصلا مش مين رضا شحاته حد يعادي صاحبهم بيحبوه لحد النهارده. يمكن انا كمان عندي صفه مش لطيفه خالص وانا يعني ان انا ما بردش على التليفون, عندي ازمه في القصه دي ومش عارف ابطلها. خلي بالك احنا معانا واحد على التليفون هتلاقيه بيستنى لك كل كلمه وهيقعد بقى يعني بص شفت شيتوس حاجه زي كده يعني حاجه زيه بس احنا بنحاول يعني. عايز ترد عليه دلوقتي ولا نسيبه شويه؟ انا بحب اسيبه بصراحه على التليفون يعني هلا هيك بيبقى رخم او يرخم عليه. طب خده خده قول له الو 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 كابتن رضا ده نايم انت نايم؟ مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن, انت نايم يا كابتن؟ لا يا كابتن موجود كل سنه وانتم طيبين وجماهير مصر كلها جماهير النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين. هو عشان كان صايم كنت صايم الاول ولا مش صايم؟ لا عفوا طيب ده انا كنت بلعب وانا صايم في فرنسا مش الصبح بقى. عرفته هو قاعد ابو مسلم. شفت لا الصوت ده ايه ده شفت على طول ده انا اللي مربيه بقى ده بس مش عارف ده. مش عارف حاسه ليه لسه يعني لسه ما دخلش في الفورمه يعني هي هتتعبوه معاكم يا جماعه الراجل ده مالوش في الكلام ده مش كده؟ تليفوناته هو عايز يجي هنا الاستوديو. ازيك يا كابتن ميدو؟ ازيك يا نجم النجوم؟ اخبارك ايه يا عم؟ اخبارك ايه؟ طيب جارديولا عامل ايه؟ كابتن ابو مسلم طبعا نجم الاهلي ونجم مصر واحترف فتره كبيره جدا وشرفنا في الاحتراف. انا جارديولا يا ريت
والله يا ريت يعني منه انت اخو صغير يا ريت برضو اي حاجه كده انت عارف جوارديولا جوارديولا ابو مسلم يعني اخبارك ايه طمنا عليك والله بيض الحمد لله تمام والله موجودين في وادي دجله اهوت الحمد لله ماشيين بخطوه ثابته موجودين كان رضا وانا او ابو مجد وشيتوس والناس كلها موجوده الحمد لله موضوع محترمه والحمد لله احنا مكملين بقى لنا سنتين هو بخطوه الثالثه فكلنا مكملين ما تنساش الكابتن احمد حسن استاكوزا انت ممكن يجي يجينا دلوقتي للاستوديو انت ما قلتوش اسم ليه لا ده استاكوزا يطلع لك من اي اتجاه اه انت استاكوزا يعني برضو قول لي برضو انا انت عارف بنحاول نجيب نجومنا اللي مثلوا النادي الاهلي ومثلوا مصر عموما بنعرف منهم ذكرياتهم في العيد تبقى عامله ازاي الاحداث اللي معلقه في دماغهم اكيد في حاجات حصلت لك في العيد يا مسلم ما بتنساهاش لا هو كان في حاجات كتير طبعا حاجات كتير يعني في مواقف كتير يعني انت هتقول لي عليك ابو مسلم حدث ولا حرج بقى يعني قول لي الحاجه اللي ما بتنساهاش دايما لا هو كان في موقف كنت انا لسه مشتري عربيه جديده كانت اوبل كانت لسه نازله اوبل يعني ماركه جديده وكان مستر مانويل جوزيه كان معانا وكان عيد الاضحى نفس الكلام وكان لسه بقى انت عارف طبعا زمان كنا احنا لسه يقول لك لازم تذبح اهالي كنا صغيرين بقى 15 سنه و 17 سنه اهالينا يقول لك لازم تذبح وبتاع تعلم على العربيه وبتاع عشان ايه؟ خمسات خمسات انت فاهم؟ ايوه ثاني يوم رحنا النادي وبتاع فاتحط مع العربيه لسه فالخواجه خواجه اتجنن بقى اتعفرت يعني قال لي ايه ده؟ العربيه متعوره ولا انت ايه اللي بتعمله ده؟ فقعدنا نفهمه قلنا له بقى كذا كذا هو خايف بقى فكان عتلنا حد ولا حاجه حد العربيه انت كنت عامل في العربيه يا ابو مسلم خمسات خمسات لا الخمسات بقى الخمسات اللي معموله بتاعت زمان انا ما بحطش حاجه انا ما بحطش حاجه يعني اللي هم الرجاله اللي بيحبوك الناس اللي يعني اي حد معدي يروح عامل البتاع يسمع معلم كده فمعلم فكده فقال لك انت قتلت حد ولا عملت ايه وبتاع فكنا عاملين نضحك قعدنا ما بنتهاش طبعا يعني قول لي برضو ابرز ماتش ليك في العيد وانت رايح انا سالت السؤال ده رضا وانت رايح عارف بقى انا عايز اعيد يا جماعه وجايب لنا ماتش ومتضرر ورايح لاعب غصب عنك في موقف صعب جدا ان انا كنت الخمس سنين اللي قعدتهم فرنسا انا كنت بتمرن كل يوم واقفه في الحديده بتمرن الصبح يعني انا كنت بكلم اهلي بيكلموني وانا هناك طبعا داخل على التمرين داخل على التمرين والله بتمرن درجه الحراره هناك بتبقى مثلا تحت الصفر 2 تحت الصفر 3 تحت الصفر نفس الكلام كنت بتمرن بخش على التمرين ومفيش اي حاجه تاني ما عنديش اي خالص يعني بفضل صباح كل يوم عملت اتصال بالتليفون بس دي بتبقى مواقف صعبه جدا اللي انت نازل يوم العيد وحتى الناس اللي معاك في الفرقه مثلا لو معاك اثنين ثلاثه عرب عارف تلاقيه يعني يسلموا عليك وتقعد طيب وتقعد طيب بس بتبقى الظروف صعبه جدا اللي انت بتبقى لوحدك في الغربه وفي اوروبا لوحدك بتبقى الموضوع صعب وتاني حاجه ما بتبقاش حاسس بعيد باي حاجه فدي من ضمن الحاجات اللي كانت صعبه جدا في حياتي اللي هي في الفتره الاولانيه دي بالذات كان اول حاجه بعد الكابتن قال لي اللي هي كانت 2006 اول عيد بعد كده كان الموضوع صعب يعني الموضوع الناس اللي بتقعد لوحديها بره في اوروبا بتبقى الموضوع ما بيحسوش بعيد اصلا لا مفيش خالص حتى في اوروبا لما موجودين عندي اجازه بيروح هناك في جامع بنصلي في الجامع وبعد كده بنسلم على بعض وبعد كده خلاص خلاص كده لو في مكان اللي هو الذبح الاضحيه وكده مكان هم مخصص ايه اللي اختلف يا ابو مسلم؟ ايه اللي اختلف في العيد عندك انت؟ العيد اللي كنت بتفرح بيه قوي والعيد دلوقتي اللي بيمشي او بيعدي علينا وبنقول ايامه بتعدي بسرعه جدا ما بنحسش بيها، ايه اللي اختلف معاك انت نسبيا؟ لا اللي اختلفنا حاجات كتير جدا، المشغولات بقت كتير جدا، اشتغلت مشغول في درجه كبيره جدا، زمان كنت تحرر نفسك ما عندكش اي مشاكل ما عندكش ارتباطات، انت الاول كنت يعني انت بكره العيد ولبسك موجود، حاجتك موجوده وفرحان ولا شايل هم حاجه. دلوقتي لا، دلوقتي انت شايل لسه هتجيب الاضحيه والاولاد هيروحوا فين ولسه عندك شغلك وعندك حاجات تانية ولازم هتروح تسافر عشان تشوف اخواتك فالموضوع الموضوع كل ما بتكبر الاهتمام بتاعتك بتزيد اكتر. اكيد انا مثلا كنت لسه بتكلم مع مراتي من فتره بقول لها انا لما كنت بطل كوره ما وصلت قلت ده انا ان شاء الله انا هبقى فاضي جدا ما عنديش حاجه تلاقي الموضوع اللي انا كنت لعيب كوره اسهل لما انا كنت اكبر كل ما ده بتتصعب خلاص خلاص يعني حتى امبارح انا قابلت رضا قابلتني وانا في النادي امبارح انا يعني بخرج شويه في دجله يعني الموضوع صعب يعني احنا بنحاول نخرج حتى شويه الموضوع يعني يغير الروتين في الحته دي اكيد 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 يعني انا طبعا كل سنه وانت طيب ودايما طيب يا ابو مسلم وان شاء الله يكون عيد سعيد عليك بكره باذن الله وكل ايامك اعياد حبيبي ميدو كل سنه وانت طيب ربنا يخليك يا رب رضا كل سنه وانت طيب يا نجم وانت طيب ربنا يخليك كل سنه وانت طيب النجم الكبير ابو مسلم شكرا جدا ليك تيجي نتكلم في الكوره شويه ولا عايز يلا بينا نتكلم لازم نتكلم في الكوره ابو مسلم شكله كان صايم ولا ايه
ابو مسلم اهو ده ريتمه في التليفون كده على فكره، هتلاقي كل مداخلاته بيصوم يعني ولا ممكن بيبقى مجهد مريح؟ لا بيبقى مريح، هو عارف بيبقى مريح شويه. وشيتوس؟ لا شيتوس زي ما انت شايف الحاله بتاعته كده على طول على طول، على طول لازم اللي هو كده ماسك نفسه ده، لازم يدخل يدينا واحده او اتنين كده على لازم، دخل يا حلاوه ما بيعرفش، دخل يا حلاوه عملها مع امير بقى كمان، عملها مع امير. انا بقول لك لا شيتوس عملها مع امير. انا عايز اقول لك قصه بس بلاش مش وقت، مع انها قصه رهيبه. ابو تريكه كان داخل فيها بقوه كمان، وقعنا كلنا مره في التمرين من الضحك، هبقى احكيها لحضراتكم كده في وقت تاني ان شاء الله. يعني شايف اداء الاهلي الفتره اللي فاتت ازاي؟ الدنيا راح فين في الدوري المصري عموما؟ الدوري مبارياته اللي فاتت او اللي اتلعبت شايف ان هي حاجه مبشره؟ الاهلي هيلعب بكره وادي دجله في اول ايام العيد ان شاء الله، برضو الدنيا ماشيه ازاي؟ دجله انت كمان في دجله كمان حاجه، دجله حاجه مش مطمن لدجله. يمكن ما عنديش تفاصيل كتير قوي في قصه دجله، ولكن هم يعني كان في طموحات كبيره في جزئيه الكوره، وجزئيه ان هم يلعبوا كوره مختلفه، وجزئيه ان هم يلعبوا كوره جديده بشكل جديد. ولكن الاوقات اللي انت بتبقى عايز تعمله ده ممكن يجيب لك نتيجه عكسيه، لان هو مش شرط ينجح، مش شرط ينجح، وخصوصا في الدوري المصري بتاعنا، لان احنا عندنا ثقافه الـ شويه ما عندناش رتم، ما عندناش طريقه. عشان النهارده انا كمدرب اعمل طريقه جديده، فهتقابل مباريات كتيره جدا الفرقه اللي بتلعبك مش عارفه تلعب ايه عشان تعرف تلعب عليها انت. وما ينفعش انا طول الوقت عايز احط خطه او طريقه لعب عندي واثبتها وهمشي بيها مع الناس كلها، وده غلط، وده في وقت من الاوقات كان النادي الاهلي بيعمل كده وده كان غلط، في وقت من الاوقات منتخب مصر بيعمل كده وده مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انت بتثبت طريقه وهلعب بيها في اي وقت، لا انت بتغير تشكيلك وشكلك على الفرقه اللي بتلعبها. طب مش انا لما بعمل كده ببقى انا ممرن الفرقه وعارف ان هم هيكملوا معايا؟ اصل ده مش عيب، انا مش شايف ان هو عيب، العيب ان انا ما اعرفش اطبق اللي اتمرنت عليه. لا انا قصدي ان انت الطريقه لازم تبقى طريقتين وثلاثه، مش تبقى طريقه واحده. يعني لو انا بلاعب فرقه بتدافع هلعبها بنفس الريتم بتاعي وانا برضو انقل الكوره من تحت؟ طب ايه بتدافع؟ انا اكيد رضا، الطريقه نفسها اصلا انت بتغيرها في الملعب. في ناس ما بتغيرش، لكن هو في شكل عام في ناس ما بتغيرش. انت في منتخب مصر كان بيغير؟ لا انت بتلففني ليه على منتخب لا والله ما جبت، انا بديك مثال انما ولكن ثقافه ان انت تستحوذ، لا نغير حتى الموت. بالظبط كده. لو انا بلعب بطريقه الاستحواذ انا ممكن ابقى بستحوذ طول الوقت، وان انت بتمسك كرة وقت طويل وكده، ولكن انت بتستحوذ في انهي تلت؟ الدفاع بتاعك ولا في نص الملعب ولا في الهجوم؟ على حسب استحواذك في كل مركز انت بتلعب بطريقه ايه. انا ممكن ابقى بستحوذ في الثلث الهجومي، انا كده بهاجم وبس، يعني الاثنين مع بعض. انما انت بتستحوذ في الثلث الدفاعي بتاعك ملوش اي معنى، ملوش اي معنى، حتى في نص الملعب استحواذك في نص الملعب ملوش معنى، ملوش معنى غير في حاله ان انت بترتب ان انت ازاي هتخترق الدفاع. انما احنا في مصر بنرتب ان احنا ازاي نستحوذ بس. انما الجمله اللي بعد كده لو احنا بنتكلم على فترات برشلونه القمه بتاعتهم نيستا وجزافي لما كانوا في نص الملعب، جوارديولا مع جوارديولا، الوقت ده بينقلوا الكوره كتير جدا، بس هو بينقل ليه؟ ما هو مش فكره استحواذ بس، هو ازاي بينقل يمين وشمال لحد ما يلاقي ثغره تروح لميسي، يلاقي ثغره هتلاقي نيستا رايح واحده، هتلاقي ثغره هتلاقي بيدور على حلول. انت هنا في مصر ثقافه الاستحواذ ان انت تستحوذ وبس، ان انا بنقل الكوره كتير و10 نقلات و15 نقله. وده كان النقل الكتير ده على فكره بيبقى حاجه ايجابيه جدا جدا طبعا، بس تبقى انت مرتب هتعمل ايه بعد. بالظبط بالظبط. وده كان من سلبيات الاهلي الماتش البطوله العربيه، ان هو كان مستعجل قوي الفوز لو انت خدت بالك. طيب اتفرجت عليه؟ لو احنا اتكلمنا عن الجزئيه دي في النادي الاهلي، النادي الاهلي خلي بالك في وقت من الاوقات كان بيلعب بالطريقه دي، كان ابو تريكه، بركات، محمد شوقي، عماد، فلافيو. ايوه بالظبط، الجيل ده كان بيلعب كده، تلاقي وقت طول بينقل كتير قوي وفجاه يروح رايح واحده. بالظبط، فكان بيعمل ده. بالظبط، دي فكره ان هو كان حتى مانويل جوزيه كان دايما يقول لك ما تستعجلوش الفوز. ما تستعجلش، ما فيش وقت، يعني الهدف هيدخل في دقيقه 90. بالظبط، عندنا ثقافه الهدف هيجي في اي وقت، فانت العب. الفرقه واقفه لك، هما كده كده زي ماتش بتوع العربيه بالظبط، الفرقه واقفه مرصوصه وانت مصمم تلعب بسرعه. مستر مانويل بقول له انت يعني انت ايه يعني ايه فكرتك؟ بقعد بقى دردش معاه فرصه بقى، معاك حد بكوره، حد بتاع كوره بقى، فبقعد بستغله بينه وبينك. معاك طبعا يعني. في دجله بقى بستغله بقى، يعني عارف انا بروح معاه بقى. فبقول له انا عايز افهم انت ليه بتلعب في وقت من الاوقات، واحنا انا كنت في الوقت ده ما كنتش بسال، انا كنت لعيب كوره مش فاهم، انما دلوقتي بقيت في حته التدريب فعايز اعرف. فبقول له انت في وقت من الاوقات بتلعب بخمسه رؤوس حربه وسته رؤوس حربه،
طب ده ما حدش يقول عليك ان انت راجل في حاجه، انت دماغك مش طبيعيه. يعني ازاي بتلعب ست رؤوس حربه في وقت واحد؟ قال لي طيب انا دلوقتي بلعب فرقه هي اصلا ما بتطلعش نص الملعب، هي واقفه في التلت الدفاعي. هلعب بناس نص ملعب ليه؟ والعب بناس مدافعين ليه؟ اعمل بهم ايه؟ العدد هو احنا حافظين مش فاهمين. انا بنزل بلاقي بنزل راس حربه، هو نزل لي سيرد باك، انزل راس حربه تاني نزل سيرد باك، طب خلاص بنزل كل راس الحربه عندي. هو ما بيعملش حاجه. فهو هي دي الفكره، ان انت بتلعب على دماغه هو. الفكره احنا عندنا لازم اربعه في خط الظهر. لا ده كان وقتها كمان كنا لازم نبقى خمسه، اللي هو ثلاثه ليبرو وباكين. طب هلعب بخمسه في خط الظهر وانا اصلا بلعب فرقه ما بتعديش نص الملعب؟ هو قال لك كده ولا قال لك كلمه ثانيه انت مش عايز تقولها؟ بالظبط الحاجه اللي بيقولها. لا ما انا بقولها، انا بلطف الجو. فبدل يقول لي كل ما خرج مدافع وانزل راس حربه عشان عايز اكسب هو ينزل لي مدافع، فبروح ساحب مدافع تاني ينزل لي مدافع تاني، مع ان هو لو عكس معايا ونزل راس حربه انا عمري ما هعمل كده. بس هو اصلا عايز هو جاي يتغلب. طب خلاص، طب انا هعمل ايه؟ دماغه كانت يعني عارف، كانت واقعيه جدا. هو عارف هو بيعمل ايه، عارف بيلعب فين. انت شفت كان بيرسم الخطه اصلا فين؟ لا لا، هو في نص الملعب الفريق التاني. هو مفيش حاجه، مفيش حاجه هو اصلا مفيش نص ملعب دفاعي. ما انا بقول عندنا ده ما كانش في قلم يا جماعه بتحط في نص الملعب نادي الاهلي. يعني كان نص ملعب الفريق التاني فيها الخطه كلها، مستر مانويل جوزيه بيحطها في نص ملعب الفريق التاني. مفيش قلم او علامه صح او غلط تحط في نص ملعب النادي الاهلي. هو ما هو بيقول لك ما في حد بيهاجمني، طب انا هيهاجمني؟ حتى كان في وقت من الاوقات حد من المحللين في وقت برضو كان مدرب، مش عايز اقول اسماء يعني، كان مدرب وبيحلل في نفس الوقت. فبيتكلم في التحليل ان النادي الاهلي عنده ثغرات كتيره جدا، والنادي الاهلي عنده في خط الظهر عنده ثغرات وممكن يتستغلها وممكن. ده الكلام ده امتى؟ ايام مستر مانويل جوزيه؟ ايام مستر مانويل. فقال لك، فعمل محاضره بعدها قال لك يعني هو الاستاذ اللي بيحلل ده اللي هو شايف ثغرات في النادي الاهلي ده خسران اربعه الماتش اللي فات. طب انت ما استغلتهاش ليه؟ يعني بص الكاركتر في مصر عموما. لا 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 مش طبيعي. انا عايز اوريك ان انت في مصر فعلا وانت بتتحلل، انت مدرب على فكره، بس وانت بتحلل شاطر قوي. لما بتقلب تبقى مدرب بتبقى ما بتعملش حاجه. يعني في ناس احنا بنتكلم ده بقى، في ناس بتتكلم في الكوره كويس قوي ولكن في العملي زيرو. لا الراجل ده والعكس. الراجل ده كان شخصيه يعني انت بترجعنا نتكلم على الراجل ده شخصيه. انا بقول لك انا بقعد معايا وبيجي مثلا ساعتين ثلاثه، انا ماشي، انا يعني انا قاعد جنبه ساعتين ثلاثه وبقى هزار، وانا ليا صور كتير جدا معاه ومش عارف ايه وبرخم عليه ويجي بروح حضنه كده يقول لي اكيد رضا. يعني والله العظيم على طول يقول لي اكيد رضا، هو بقى عارف. ففي حاجات لازم تستغلها طبعا، مدرب كبير وعمل تاريخ في النادي الاهلي فلازم تستغل وتتعلم منه حاجات ومواقف. وتعلمت منه ان انت تبقى صاحب قرار. يعني ايه صاحب قرار؟ انت قررت فاذا نفذ، مش حاجه اسمها ترجع في قرارك، ما ترجعش في قرارك ابدا. لان في الاخر انت بتدور للصالح العام من وجهه نظرك. عشان انت اللي سايق. انا المسؤول. انا مدير فني فانا المسؤول. ونجح عشان كده. هو نجح عشان هو عنده الثقافه دي وعنده دايما حته ان بيلعب دايما على نقطه ضعفك. على نقطه ضعفك انت كفرقه هتبقى عندك مشكله في الحته فين، فانا عايز استغلها. ولو انت ما نفذتش ده هو ممكن يطلعك بعد دقيقتين. وعارف نقطه ضعفك انت كبني ادم، وعارف نقاط القوه. ده حاجه شخصيه كمان. ايوه عنده هو شخصيه بيه شخصيه. هو مشكله. احنا اتفقنا قبل كده انا وانت فاكر ان هو مانويل جوزيه شخصيه غير ان هو شخصيه تدريبيه. لا هو شخصيه هي بالزبط. اللي منجحاه شخصيته بالزبط. شخصيته التدريبيه خلي بالك بالظبط. لا طبعا انا بتفق معاك جدا. يمكن الحاجه اللي معروضه الهدف ده في حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا لمستر مانويل مش لرضا. انا عارف حته ان 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 تبقى واقف قدام حارس المرمى عشان ما يشوفش الكوره، ده كان هو برضو اول حد بدا يفكر فيها. فبقول له انت ليه بتخليني واقف قدامه؟ انا مش فاهم انت ايه الفكره. يعني ما هو يطلع ياخدها برضو، ما ممكن يزقني. او قال لي الفكره كلها انا مش عايز اشوف توقيت خروج الكوره بس. انا عايز يفرق في ثانيتين ثلاثه في وقت خروج الكوره اما بتطلع. انا مش عايز اشوف دي، مش عايز اشوفها. ففي الهدف ده هو ده اللي حصل. لان هنا رد الفعل ان هو مش شايف مسافه طويله الكره طالعه منين. بالظبط. لو كان شايف فده تدريب كويس. ده تدريب لو شايف كويس هيطلع ياخد عادي جدا. انما هو ده التدريب اللي احنا بنقول عليه. انت ازاي بتاخد بقى الافكار الجديده في التوقيت ده ما كانش حد بيعمل كده. ما كانش حد بيعمل التركه دي. ففي حاجات بقى في الكوره كده انت لازم طول الوقت تقعد تتفرج وتتعلم وتشوف ايه اللي كان بيحصل وهنا العيوب كانت ايه ونقطه الضعف كان ايه اللي بنلعب عليها وهو كان عنده حق في ايه وما عندوش حق في ايه. المحاضره العنيفه اللي بعد الماتش ده كانت في محاضره عنيفه جدا 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 جدا. هتلاقي بقى اي مدرب مصري كسبان هيعمل ايه؟
هيدخل يرقص مع اللعيبه. ده لا ده دخل يعني مش عايز اقول لك يعني اكننا خسرانين احنا اللي خسرانين. طيب قبل ما يعني اعرف هو قال ايه في المحاضره لازم اعرفها طبعا واكيد الناس انت قلتها قبل كده لمحت ليها بس ما حكيتش تفاصيلها. تعالى ناخد نجم الاهلي ونجم مصر الكبير جدا محمد ناجي جدا. اهلا يا اهلا يا كابتن. اهلا يا كابتن عبد الحميد واهلا بالكابتن رضا شحاته حبيبي طبعا حبيبي يا جدا. نفسي اكلمه مره احس ان هو فايق. لا ده مركز ما دخل كويس نفسي مره كويس بس مره واحده في حياتي على طول فايق انت قلت عليا حتى وهو راجع من افريقيا كان قالب الدنيا بقى قالب الدنيا يا رضا رحت لقيته مفيش هو مش هتغير قاعده نفس مش هتغير يا ابني وحشني جدا يا كابتن جد انت وحشني اكتر كل سنه وانت طيب وعيد مبارك عليك وعلى كل بيتك وعلى اولادك ان شاء الله ربنا يخليك وعيد سعيد عليكم كده يا رب كده وعلى اولادكم كده وعلى الامه الاسلاميه كلها خير ان شاء الله يعني ما شاء الله نمسك الخشب بادئ يعني حاجه ولا اروع مع الجونه السنه دي شكلك كده ناوي على حاجه والله الحمد لله يمكن من اول السنه احنا مركزين يمكن عملنا فرقه كويسه الحمد لله والاداره محترفه جدا ومعنا جهاز محترم اشتغل من اول يوم ان احنا ان شاء الله كلنا كفريق يعني كنا ان احنا كلنا شكل السنه دي وان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله كده عندنا لعيبه كويسه في كل الاماكن وربنا يوفقنا يا رب ونقدر نحقق الهدف المطلوب مننا ان شاء الله السنه دي يا رب يا جدو. انا هسالك سؤال مباشر انت بتفتقد مين في العيد؟ في العيد والله العيد دايما بفتقد اهلي ان انا دايما طول الوقت ان انا ببقى في معسكرات وفي ماتشات بره وفي الجونه والاهلي في البلد في حوش عيسى فدايما بفتقد اهلي يعني فهو ده اللي ابويا وامي واخواتي فدايما بفتقدهم يعني ربنا يخليهم لك يا رب ربنا يخليك يا رب بس بتروح لهم يعني قدر المستطاع ان شاء الله احنا ان شاء الله عندنا اجازه ان شاء الله في العيد الكبير ان شاء الله عايد معاهم يعني ده من الطقوس بتاعتي في العيد يعني يعني من بكره رايح ايه من بكره رايح ان شاء الله بكره ان شاء الله كده يعني تعطى كده وقت عرفات ان شاء الله كده نروح افطر معاهم وبعدين ان شاء الله نعيد معاهم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يا رب ان شاء الله كده يكرمك في اللي جاي برضو قول لي كواليسك في العيد يا رضا يا جدو كواليس والله الكواليس اللي ما حدش عارفها بقى انا عارف حاجات كتير لو انت ما قلتش انا هقول كواليس الاتحاد والله مفيش كواليس هو الكواليس اللي كنا بنعملها ان احنا بنصلي العيد وبعدين بنذبح وبعدين بننام وبعدين بنصحى نفطر هي الكواليس العاديه ما بيكونش فيها حاجه يعني مختلفه يعني عن انت عارف العيد بيبقى دايما تبقى اللمه مع العيله هو ده اللي بيبقى موجود طبعا يعني انا عارف حاجات كتير والله عارف شعور انا عارف كتير مع عادل محجوب حاجات كتير مع عادل محجوب شفت الضحكه دي خلاص كده مع حسين فهمي مثلا حسين حسين وكابتن رضا برضو قعد معانا شويه في الاتحاد برضو اما انا بقول لك يعني احنا عارفين حاجات كثيره يا كابتن جد انت طبعا الصندوق الاسود بتاعي الاثنين كابتن رضا بقى على قديمه من زمان خالص ايام كابتن طه بصر الله يرحمه كان معانا في الاتحاد كنا عاملين موسم كويس برضو معاهم فكنت مبسوط جدا ان انا لعبت مع الكابتن رضا طبعا حبيبي يا جد ربنا يخليك انت ممكن تقابلهم في حياتك يعني فانا مبسوط جدا ان انا لعبت معاه ومبسوط جدا ان انا عرفته ومش مبسوط جدا ان انا عرفتك يا ميدو اداك واحده كده خفيفه انا عارف انا سايب بس انا مش قادر هو عارف مش قادر ارد عليك انا اكيد بعد ما اخلص البرنامج هو كده هيجي لي هو كده هيجي لي بس هو حبيبي انا جده من الشخصيات اللي انا بحبها جدا شخصيه متواضعه جدا مهما يعني كان نجمه عالي جدا هو تربية ما اتغيرش تربيه فعلا تربية. وحد طيب جدا وحد نقي جدا كمان بس كسلان لا ده رتم بقى ده مالهاش علاقه اقول ولا كفايه كده كسلان خلاص كفايه كده يعني ممكن تسيب كفايه كده يعني جدو اخر سؤال اساله لك عشان اسيبك يوم الوقفه ان شاء الله تستمتع بيه وبكره ان شاء الله تسافر لاهلك وكل احبابك قول لي مباراه دايما بتفتكرها في العيد مباراه في العيد هو بتاعت يعني ممكن كان في مباراه كنا لسه في اول يوم العيد بالظبط كان مباراه تشيلسي في تشيلسي كان في غانا كنا في بطوله افريقيا كان معانا الاهلي وكان جو حر جدا كنا صايمين اليوم اللي قبليها وكان تاني يوم على طول كان اول يوم العيد احنا كنا عيدنا في غانا ساعتها
الحمد لله احنا طلعنا نتيجه كويسه الماتش ده، فهو الماتش ده الوحيد اللي صادف معايا يوم العيد يعني، فهو ماتش تشيلسي السنه ده كانت اجواء جميله ساعتها، والحمد لله ان قدرنا ناخد بطوله افريقيا كمان في السنه دي يعني. بالظبط بالظبط. يعني قول لي انت لعبت كام دوره رمضانيه جدو، بعيد بقى عن اللعب الرسمي؟ دوره رمضانيه اه انا ممكن لعبت مرتين ثلاثه كده، بس كنت بخسر يعني. كنت بتخسر فيهم؟ كان قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ لا كان في واحده قبل الفطار دي طبعا كنت بتخسر، احنا ما كناش بنشوف واحده بعد الفطار تقريبا برضو ما كانش فيها علاقه. لا ما انا هسالك السؤال بتاعي بقى، لو قبل الفطار كم مره شربت تحت الدش؟ بصراحه وانا صغير كنت بروح عارف انت اللي هو ايه، وانت مش واخد بالك بعد الدورة مش واخد بالك، تروح تشرب كده ميه وبتاع وتيجي خارج عارف انت محدش شاف. حبيبي يا نجم النجوم دايما كده مطمنين عليك، ودايما نجم كبير، وان شاء الله تعمل كل اللي انت عايزه جدا في الفتره اللي جايه باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، كنت مبسوط ان انا كنت معاكم مع الكابتن رضا، وكل سنه طيب. لا ان شاء الله لما تيجي بقى ان شاء الله في اجازه كده تيجي تنورني في الاستوديو، اكيد كل الاهلاويه انت وحشها، وان شاء الله نعمل حلقه كده مميزه باذن الله. كابتن محمد ناجي جدو نجم الجونه ونجم الاهلي ونجم مصر الكبير جدا، شكرا جدا ليك، شخصيه جميله قوي. من الناس زي ما انت قلت ان هو ما اتغيرتش من رغم الضغوط الشهره والنجوميه اللي كان اللي واصل ليها، هو ما اتغيرش فعليا. انا من يوم ما عرفته لحد النهارده هو جده شخصيه طيبه جدا، محترم، مش شايف نفسه خالص بلغه الكوره زي ما احنا بنقول، في ناس بتتاثر شويه بالضغوط دي، ولكن خالص عنده الحته دي التربيه اللي احنا قلنا عليها بتفرق، التربيه الاساس بيفرق. وطبعا اكيد الاهلاويه عارفين جده بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه. خلي بالك احنا فكره النادي الاهلي يعني الناس دايما رابطه ان احنا رضا لعب في النادي الاهلي فاذا هو ابن النادي الاهلي او مش ابن النادي الاهلي. لا ده انت ما لعبتش، لعبت سنه واحده فانت مش ابن النادي الاهلي. لا انا لعبت اكتر منك فانا ابن النادي الاهلي. يا جماعه احنا بنشجع النادي الاهلي واحنا ولاد صغيرين يعني، انا مش ابن النادي الاهلي، ده انا يعني ده النادي الاهلي ده بيتي. فهي الفكره هنا انا بشجع نادي من وانا صغير ولعبت فيه، حظ الكويس بقى ان انا لعبت فيه كمان. فانا ما حدش يقول ما حدش يشكك في حد في حته ان انت ما لعبتش في نادي الاهلي كتير مثلا، فانت لعبت سنه في نادي الاهلي مثلا فانت كده مش ابن النادي. انا بشجع النادي الاهلي ده من وانا عيل صغير. فبتقول مش ابن النادي، والجمهور ده مش ابن النادي، الجمهور اللي بيشجع في المدرجات ده اللي ما فيش اي حاجه. انا زهقت من الفكره دي يعني، عايزين نبطلها ان انا لا انا ابني مش ابن النادي الاهلي، ده انا ابن النادي الاهلي. انا زهقت من كتر ده كل اللعيبه وكل الناس اللي بتشجع، لان انت مش ابن النادي الاهلي لازم تكون لعبت في النادي الاهلي 15 سنه عشان تبقى ابن النادي. بالظبط. انا دايما بضرب اللي بره ده مش ابن النادي، لا دايما بضرب مثال بالناس اللي ماتت، الناس اللي ماتوا وما لبسوش تيشيرت الاهلي اساسا ما اتمرنوش، دول مش ولاد النادي اصلا، ده دول قلب النادي يعني. وروح النادي. الفكره بقى ان احنا لازم الثقافه دي تتغير. بالظبط. يعني النادي يبقى انا ابن النادي. بص يا رضا، دايما الايام بتثبت ايه اللي كلامه صح وايه اللي دايما بيبقى لابس ما عادش وشين. حتى دلوقتي احنا نفسنا الانسان ابو وشين يرجع تاني، دلوقتي بقى في ناس لابسه 100 وش، والايام اثبتت وشافت مين اللي بيحب النادي الآخر. اي نادي في الاخر الحلال باين والحرام باين. بالظبط بالظبط. فمهما تمر ومهما تلف ومهما تحاول تداري كل حاجه بتبان، وكل حاجه المواقف بتبين والظروف والايام. اكيد اكيد اكيد. تعالوا نروح بسرعة كده فرع الجزيرة النادي الأهلي عشان نشوف ترتيبات العيد ونرجع مع حضراتكم على طول. كل سنة طيبين وكل سنة طيب على مصر جميعا وعلى أعضاء النادي الأهلي. كعادة النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب متمثلة في الإدارة التنفيذية كابتن محمد مرجان، إحنا دايما حريصين الحقيقة إن إحنا في الأعياد نوفر دايما أجواء جميلة ومناسبة وممتعة للعضو، بحيث إن إحنا ما نخليش العضو دايما يعني يجي النادي ما يبقاش عايز يروح حتة تانية. فإحنا إن شاء الله في الثلاث فروع إحنا عاملين برنامج كامل، بس من أول ثالث يوم ورابع يوم العيد ان شاء الله هيبقى الخميس والجمعه، لان انت عارف حضرتك دايما العيد الكبير بيبقى اول يومين بتبقى عائليه شويه، العضو ما بيترددش على النادي اول يومين، بتبقى زيارات عائليه ومع قرايبهم بقى وكده. فاحنا عاملين برنامج الحقيقه كبير جدا في الثلاث فروع، ثالث يوم ورابع يوم.
بيبقى فيه شو أطفال وورش عمل ليهم ونهتم بيها قوي، وحفلات غنائية، مطربين معروفين جايين في الثلاث فروع الخميس والجمعة إن شاء الله. وزي ما حضرت حضرتك إحنا دايما إدارة النادي دايما يعني حريصة جدا إن إحنا نوفر جو ملائم وممتع وفي كل حاجة متوفرة للعب من الصبح بالليل، عشان هو يجي النادي ما يعتلش هم يروح فين، يعني يجي النادي يقضي يومه كامل بكل أعماره بقى من الجد لغاية الحفيظ، يجي ويلاقوا كل حاجة متوفرة إن شاء الله، المطاعم بتاعها لغاية الحفلة بتخلص بالليل لغاية مواعيد النادي يعني لازم كانت الحفلة بتخلص 10-11 وبعدين النادي كده كده بيبقى شغال 12 واحدة لغاية آخر الليل، ودي دايما احنا حريصين عليها طبعا. والحقيقه برضو دي دعم دايما يجينا من مجلس اداره والعميد محمد الزيان ان احنا لازم نوفر للعضو بالذات في المناسبات الكبيره زي الاعياد جو، بحيث ان العضو زي ما قلت لحضرتك ما يبقاش شايل هم قوي هيروح فين ويقضي فين، بيجي النادي يقضي يومه كامل وبيتمتع، وبنحاول نوفر له كل سبل الراحه، حتى المطاعم بنزود عليها ان هي توفر كل المأكولات كل بحيث ان هو يجي ما يقتلش هم حاجه خالص. النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ده نادي القرن، النادي الاول على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، فطبيعي ان احنا بنشتغل ان العضو يجي على قد قيمه النادي الاهلي يلاقي قيمه الراحه والامتاع بالذات في الاعياد. اهلا بحضراتكم من جديد، ان شاء الله بكره هتلاقوا فروع الاهلي في كل مكان يعني مستقبله حضراتكم، هتلاقوا فيها كل حاجه ان شاء الله عشان نكون عند حسن ظن حضراتكم. كابتن رضا كنا اتكلمنا عن شكل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وعن شكل الكوره وعن شكل الدوري، الماتشات اللي فاتت دي هل هي مبشره ان هيبقى في دوري قوي، هيبقى في منافسه بشكل مباشر مع النادي الاهلي تحديدا اللي بيحسم دايما الدوري من اسابيع او قبل الاسابيع الاخيره من 6 اسابيع 5 اسابيع 4 اسابيع ايا كان، شايف الدنيا هتمشي ازاي؟ شايف النادي الاهلي ماشي يعني نتائج كويسه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، حاسس ان هيبقى فيه شكل محترم، ولكن دايما انا دايما بقيس الدوري عندنا في مصر بعد الاسبوع السابع الثامن يعتبر 10 اسابيع اللي هم في البدايه دي، لان دايما في ناس بتبدا كويسه قوي بعد كده الكيرف بيروح نازل بالظبط، ده معظم الفرق ما تقدرش تبني في اول اسابيع دي، تقدر تقول ان في فرقه شكلها كانت اول الدوري لغايه 8 اسبوع اعتقد نقعد لحد بالظبط 10 اسابيع من اول 10 اسابيع بنبدا الشكل كله بيتغير، الفرقه بقى اللي هي جاهزه والفرقه اللي هي عندها اساس هي اللي بتكمل والفرقه كلها تبدا طب انت شايف نفس الريتم عندنا في مصر ما اتغيرش بقى كتير؟ ما اتغيرش ومش هيتغير. دايما المشكله في مصر من وجهه نظري ان الفرق كلها عندها مشكله ان هم ما بيعرفوش يديروا الازمات، ما بيعرفش يدير الازمه. انت هنا في مصر طول ما انت بتكسب زي الفل ما فيش مشكله خالص وتبدا الناس كلها في ظهرك وتمام، اول ما الفرقه تخسر ويحصل مشكله هنا يبدا الدروب يحصل في اي فرقه في مصر. انا معاك باستثناء عشان الناس هتقول دايما بتكلم عن النادي الاهلي، هو النادي الاهلي في حته مختلفه عشان كده ان هو بيعرف يدير الازمه، بيعرف معاك. الازمه ازاي يقف دلوقتي مش هتكلم بس هتكلم كمان شويه، مش هتكلم دلوقتي انت مش انت هتجبرني ان اتكلم امتى، ودي حاجه مهمه جدا في اداره النادي الاهلي. مش انت كاعلامي او حد عايز يخلي اداره النادي الاهلي تغلط او تتكلم في التوقيت ده هتخليها تتكلم، مش هتعرف لان هم عارفين بيطلعوا يتكلموا امتى. الوقت اللي بيحدده الاداره، احنا اللي بنحدد مش حد تاني. كلام جميل جدا وده مهم جدا في اداره الازمات. اي نادي تاني بتلاقي الـ 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 لو انت عايز تطلع اي حد يتكلم هطلعه النهارده يتكلم، لو انا اعلان لو انا النهارده ماسك برنامج وبتكلم، لو عايز اطلع اي حد يتكلم في اي نادي انا قادر ان انا اطلعه يتكلم في ثانيه من غير ما تفكر كده، تقدر تديله سؤال او تتكلم كلمتين بطريقه معينه هيطلع يرد عليك عادي ولا حاجه على الفيسبوك اكتب كلمتين بس. هي دي الثقافه اللي موجوده. يبقى انا اعرف اطلع اي حد، ايه الوحيد اللي انت ما تعرفش تطلعه يرد عليك؟ هو النادي الاهلي، لان هو بيطلع يرد في التوقيت اللي هو شايفه بالظبط. عشان كده دايما الازمات دايما حلها بيبقى اسرع. الانديه الثانيه معظمها بقى كلها عشان ما فيش خطوط عريضه ماشيه
او ثوابت، فبيبقى عندها ازمات في الـ في الـ في الاداره وفي علاقه اللعيبه بالاداره، علاقه اللعيبه بالمدرب. هتلاقي دايما بيحصل هنا المشاكل لما بيبدا يخسر اول ماتش، وطبيعي ان انت وارد تخسر، ما هو النادي الاهلي مفيش دوري لازم تخسر، لازم في وقتها تخسر. اكد على كلامك بس رضا، طول ما انت بتتفاجئ بالمشكله يعرف انت ما بتعرفش تدير ازمات. بالظبط. غير بقى حاجات طارئه قوي اللي هي الحاجات اللي بتيجي يعني وحاجات هتجي لك مفاجاه، بس انت ما هو عدت عليا. بالظبط. يعني هو انا ماسك رئيس نادي ولا ماسك مدير فني، ما عدتش بالازمات دي كلها ولا وانت لعيب انت عديت بازمات. بالظبط. ان انت تعرف تديرها وان انت ازاي تحطها في نطاقها الطبيعي، نطاق المشكله عاديه مشكله. انما انا عدى على وقت في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كان في مشاكل رهيبه وتحديات كبيره جدا، ولكن الاداره اداره المشكله هي اللي كانت السر النجاح في النادي الاهلي. تمام. لكن انت متفائل ان يبقى في شكل منافسه في الدوري السنه دي؟ شكل منافسه مش بالشكل اللي انت متخيله، هتبقى قريبه جدا من نفس السيستم ونفس الشكل. بشكرك جدا يا كابتن رضا، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى كل اسرتك طيب الجميله، وان شاء الله تقضي اجازه عيد اهلاويه وبخير، وعيد سعيد على الناس كلها وعليك يا ميدو كده يا رب شياكة وعلى المسلمين يا رب. ربنا يخليك كابتن رضا حبيبي، دايما بتنورني كده وبتشرفني، بستمتع بالحوار معاك. شكرا جدا للكابتن رضا شحاته نجم الاهلي ونجم مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين للمره الثالثة والمرة الرابعة. نفسي أقول لكم كل سنة وانتم طيبين دايما على طول، كل يوم كل سنة وانتم طيبين، وكل يوم أعيادكم تزيد، وإن شاء الله دايما في صحة وسعادة، وعيد سعيد عليكم وعلى كل مصر وعلى كل الأهلوية. تحديدا أروح لزميل محمد سعيد عشان يكمل.